لفريق الوداد، ولكن سيحاول انه يلعب كل اوراق ديالو من اجل حسم النتيجه والتاهل ان شاء الله للدور المقبل. الوداد صاحب التاريخ على مستوى كره القدم الوطنيه، 21 لقب للدوري اخرها الموسم الماضي، كاس العرش سعود ديال الالقاب، بطل كاس محمد الخامس، كاس العرب للانديه البطله، كاس العربيه الممتازه، دوري الابطال كما قلت في مناسبتين 92 امام الهلال السوداني و2017 امام الاهلي المصري، بطل كاس افرو اسيويه 93 امام باستاران الايراني، كاس عفني. هناك تغطيه من الشيخ ابراهيم كومارا، لابد من ابعاد الكره، لابد من ابعاد الكره، الحكم كيعلن على خطا، كان خطا لمستوى التغطيه بالنسبه للايفواري الشيخ ابراهيم كومارا، لابد انه ما يكونش هناك بشكل جيد. مؤيد اللافي اللي مره اخرى المدرب كيمنح الثقه المؤيد اللافي لقياده وللدخول رسمي في هذه المباراه، والحكم كيعلن على الخطا اللي في عده فريق الوداد، تدخل بالفعل امام ايمن الحسوني على امكانيه استثمار هذه الكره، لعبت كره مباشره مشات فوق المرمى، تسددت بشكل جيد، الكره مشات بسنتيمترات فوق مرمى الحارس غيشار اطاح، قارن مع بدايته القويه، وهذا المسلع منذ تعرض للكسر على مستوى الان كره، الحكم كيقول بان الكره لمست احد اللاعبين وليد الركراكي، وليد الركراكي في الجهه اليمنى، هذه محاوله وفرصه لفتح فريق اليوم. سيمون صوفا يتمكن من تسجيل الهدف الاول لفائده فريق الوداد، عرضيه كانت ممتازه من الجهه اليمنى، لاعب الدولي التنزاني سيمون صوفا في قول منصف اشرسم، فرصه للوداد، مؤيد اللافي، هناك خطا، نعم سيدي الحكم هناك خطا للوداد، وتدخل امام مؤيد اللافي، مؤيد اللافي، الحسوني، الحسوني، عرضيه ممتازه، أوه. هدف ثاني للوداد، ايمن الحسوني بطريقه ممتازه، كره كانت ارضيه، غلطه الحارس غيش عطاح، والهدف الثاني لفائده فريق الوداد. لاحظوا الفرحه الكبيره ديال اللاعبين ديال فريق الوداد، اللي كما قلت بان قبل المباراه كل لاعب كان كيحتفل كره ممتازه، يحيى عطيت له فرصه، فرصه، أوه. كانت فرصه هدف ثالث لفائده فريق الوداد، يحيى عطيت له، ولكن كانت العوده اعتقد ديال المدرب على مستوى الوسط وعلى مستوى استرجاع الكره، فرصه تسديده ممتاز، كره لمست احد اللاعبين ايمن الحسوني، سدد بكل قوه، الضربات الراسيه، تلعبات الكره دائريه، فرصه راسية، الكره مرت جانبا، كره الكل اعتقد بانها في اتجاه للشباك، مرت جانبا من القائم الايسر لمرمى الحارس غيشا عطا، لاحظوا انديه اللاعب كوفي كوتزي، خروج الحارس، هناك خطا، خطا على احمد رضا التكنوتي، لان كان هناك ارتقاء و تدخل امام الحارس احمد رضا التكنوتي، الحكم كان الخطا لفائده فريق الوداد وللحارس احمد رضا التكنوتي في الوقت، هناك اعتقد لاعب كوفي واللي سقط فوق ارضيه الزوايا، تلعبات الكره دائريه، البحث عن الضربه العصيه، اوووو اشرف داري يتمكن من تسجيل وتوقيع الهدف الثالث لفائده فريق الوداد، استثمار الكرات الثابته بشكل ممتاز من لاعبي فريق الوداد، اشرف داري دائما حضور ممتازه عند ايمن الحسوني، فرصه، فرصه لفائده فريق الوداد، ولكن سيمون صوفا انفراد بالحارس، سيمون صوفا، فرصه، فرصه، اوه مؤيد اللافي، توضعت الكره امامه، كره ممتازه، فرصه، فرصه، اللافي، مؤيد اللافي، اوه الحكم كيعلن ضربه جزاء، الحكم يعلن عن ضربه جزاء لفائده فريق الوداد بعد التدخل، محاوله ممتازه وكره ثابته تلعبت بشكل جيد وبذكاء، يحيى جبر كيساعد التنفيذ، او الهدف الرابع، الهدف الرابع لفائده فريق الوداد بواسطه يحيى جبران، عميد فريق الوداد كيترجم هذا ضربه الجزاء لهدف رابع في امامنا، اللاعب سليم ادمز اللي كياخذ مكان اللاعب رقم 20 كاليب، هذا الخطا مؤيد اللافي، تلعبت الكره بسرعه عند ايوب العملودي، فرصه ترفعت كره، محاوله منصف شراشم، فرصه، كرة طويلة، هذه فرصة لفائدة فريق الوداد، رجعت الكرة لغيشا، كتضيع محاولة أخرى من فريق الوداد مرة أخرى من الجهة اليمنى، هذه محاولة أيوب العملود، 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 شو يعمل، فرصة، فرصة الهدف، أو الهدف الخامس، الهدف الخامس لفائدة فريق الوداد في بداية هذه الجولة الثانية بواسطة أيوب العملود، انطلاقة من الجهة اليمنى، خدا الوقت ديالو الكافي حتى أنه يوضع الكرة في شباك الحارس غيشا عطا، وبالتالي بداية قوية
تمريره هذه فرصه اوه الفريق الوداد التنزاني سيمون صوبا اوه هو ثنائيه خلال هذه المباراه فريق الوداد يا